مرحبا بكم، معكم سيف علي. اليوم نتكلم على هاردوير سيمنز 300. هذه الدورة راح تكون لنظام 300 من شركة سيمنز. طبعا سيمنز عندها عدة أنظمة اللي هي 400 و200 و1200 و1500. هنا بشكل أساسي راح نتكلم على هذا النظام، راح نبدي بالهاردوير وثم ننتقل إلى السوفتوير. يجب أن تكون لديك معرفة بالهاردوير وحتى تقدر تبني النظام اللي أنت ببالك أو اللي تريد تصممه لشركة معينة. البناء النظام راح يكون على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الهاردوير، والطبقة الثانية اللي هي software، والطبقة الثالثة اللي هي subnets أو الكوميونيكيشن اللي لازم تسويه إذا احتاج نظامك. زين، خلينا نبدي بالبيسك أو بالأساس اللي أنت لازم تعرفه. مثل ما جاي تشوف، أنا مركز على القطعة اللي بالخلف. طبعا هذا النظام S7300، بس لا تهتم بالقطع، اوكي، راح نشرحها واحدة واحدة. بالنسبة للقطعة اللي بالخلف، هذه القطعة هي المكان اللي تثبت عليها الموديولات من باور سبلاي ومعالج وغيرها. هذه القطعة في انظمة سيمنز تسمى بالراك. طبعا في نظام سيمنز 300 الراك لا يحتوي على خلينا نقول كهرباء، توصيلات كهربائية، ولا يحتوي على باص او باك بلين، ما بي اي كوميونيكيشن، ما بي، مجرد قطعة معدنية تثبت لك القطع الاخرى، اوكي، باحترافية تامة. زين، هذه القطعة اذا تريد تشتريها من سيمنز، طبعا بها فد اوردر نمبر مثل هذا اللي تشوفه هنا. هذا الاوردر نمبر للباور سبلاي، اوكي. ايضا الراك يجي بيه اوردر نمبر. طبعا الراكات تختلف بطولها، ممكن يجي طولها من 160 مليمتر الى 2000 مليمتر. ال 2000 مليمتر يعني مترين، اوكي، وتيجي مثقبة. ثقبين من اليسار وثقبين من اليمين بالاتجاه الايمن، اوكي، وضيفي لك هذا الايرث، تقدر هنا تربط الايرث، اوكي. طبعا شيء جدا مهم وممكن البعض مثل ما جاي تشوف هنا يستغني عنه، ولكن هذا راح يسبب لك عدة مشاكل، ويعني التداخلات الكهربائية والمشاكل الأخرى راح تسبب لك ممكن عطل في السي بي يو، ممكن عطل في السيجنال موديول. فأنت حتى تتجنب هذه المشاكل، من المفروض أنه تأرث الراك اللي عندك. هذه نقطة جدا مهمة. بالنسبة للراكات الطويلة اللي توصل طولها إلى مترين اللي هو الماكسيموم، هذه الراكات راح تجي غير مثقبة، يعني انت المفروض تثقبها، اوكي، وتجي غير مقطعة، لازم انت تقطعها بالطول اللي انت تريده. زين، هسه انت تقول لي على يا اساس انا اعتمد الطول. الطول تعتمده على الدايمنشن للقطع اللي يثبتها. يعني انا اريد اجيب باور سبلاي من هذا النوع اللي هو خلينا نقول 5 امبير. هذا ال 5 امبير معروف الدايمنشن مالته، تقدر تدخل على السبيسيفيكيشن بالانترنت وتشوف العرض مالته. اوكي، اريد اجيب معالج من هذا النوع، اوكي، ايضا له قطره معروف. اذا اردت تجيب باور سبلاي خلينا نقول اكبر، ممكن تجيب باور سبلاي 10 امبير، اوكي، راح يكون العرض مالته اكثر، بالتالي يراد لك راك لمسافه اطول. زين، العشرة امبير ممكن يوصل لل 200 مليمتر العرض مالته. فالقصد انه اذا تريد تسوي كونفيجريشن لنظام جديد،
لازم تعتمد القطع اللي عددهم وعرضهم مش قد راح يصير على 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 اساس هذا تشتري راك مناسب. زين، كذلك هذا الراك ممكن يثبت بشكل عمودي وافقي. غالبا يثبتوا بشكل افقي بسبب ارتفاع درجة حرارة. طبعا بصورة افقية هذه القطع تتحمل من 0 الى 60 سنتيغراد اذا ثبتتهن بصورة افقية. اذا ثبتتهن بصورة عمودية طبعا ماكو اشكال، جدا طبيعي اذا ثبتت الراك بصورة عمودية، ولكن راح ترتفع الحرارة فيمكن يتحملن من 0 الى 40 سنتيغراد. يعني اذا اكثر من 40 ممكن يسوي لك عطل باحد الكارتات. والملاحظات الأخيرة هي تشوف هذه الحدود. أوكي، عندك 3 حدود للتثقيب، هذا الخط السفلي، وعندك هنا خط إذا تشوفه بالوسط هذا خط، وعندك خط بالأعلى. الخطوط اللي بالأعلى وبالأدنى هذه لتثبيت الأطراف، يعني مكان للتثقيب. أوكي، بس المفروض انه انت ما تثقب في منتصف الراك، هذه الثقوب لازم تكون بالاطراف اذا كان راك ما مثقب، اذا اخذت راكه بالمترين وانت فصلته. زين، الخط اللي بالنص ممكن ثقبه في اي مكان، اقدر اثقبه خلف هذه القطعة او خلف هذه القطعة، لانه القطع مصمميها لك. إذا تشوف هنا مكان للبرغي اللي راح يثقب أو راح يثبت على الخط اللي بالمنتصف. أوكي، بينما ما محسبي لك مكان للبرغي اللي بالأعلى وبالأسفل، فالمفروض من عندك أنه هذول اللي تخليهم بالأطراف، وإذا تريد تثبت برغي بالوسط أوكي تستخدم هذا الجايد لاين اللي راسمه لك هنا. تمام، هذا فيما يخص التثقيب. واذا تنتبه للايرث، كل قطعه هم موصليها لك اوتوماتيك للايرث. شوف، خلي لك في الاعلى والاسفل هذه القطع المعدنيه حتى تتصل بالراك وبالتالي تتصل بالايرث، فشيء اساسي انه انت تثبت الايرث. زين، نقطة أخيرة وهي طريقة تثبيت هذه القطع. أنت عندك حد في الأعلى، أوكي، اللي راح يقعد هنا، يعني الراك في الأعلى راح يقعد بهذا المكان، وفي الأسفل عندك برغي. أوكي، البرغي راح يتثبت على هذه الفتحة. فطريقة تثبيت القطعة انه تدخلها من الاعلى بالبداية بهالشكل بهذه الزاوية، وبعدين من ترجع تكبسها لازم تضبها حتى تصير ثابتة بشكل تام على هذا الراك. اوكي، لحد هنا انتهينا من درس الراك، وننتقل الى الدروس الاخرى. مرحبا بكم مرة أخرى. هنا نتكلم على هيكلية النظام. أنا عرفت أنه هذا النظام لازم يثبت على راك خاص به. زين، القطع من شنو تتكون؟ طبعا هذا النظام طريقة تثبيت القطع مالته أو طريقة التفكير ببناء هذا النظام يبدأ من اليسار. فمن اليسار تبدي تثبت الباور سبلاي. شنو المقصود بالباور سبلاي؟ الباور سبلاي اللي ياخذ 220 فولت ويحول لك اياها الى 24 فولت دي سي، يعني يحول لك 220 اي سي الى 24 فولت دي سي. فهذه وظيفة الباور سبلاي، لازم يكون على اليسار دائما. زين، نجي على اليمين.
على يمين الباور سبلاي او القطعه اللي بعد الباور سبلاي يجب ان تكون السي بي يو او المعالج. يعني اني ثبتت الباور سبلاي على يمينه، لازم اثبت المعالج. من الغير ممكن انه اثبت السيجنال موديول او الوحدات الاشاره او وحدات التوسعه او الى اخره. فبالقطعه الثانيه ثبت السي بي يو. بعد السي بي يو انت مخير، عندك اختيارين، اما تثبت سيجنال موديول تبدي بيهم اللي هم ياخذون الاشاره من الحقل مثل ما جاي تشوف هذه الاشارات، اوكي، او تثبت وحده توسعه. اذا هذا الراك ما يكفي تريد توسع هذه القطع الى قطع اخرى او اذا الى راكات اخرى، المفروض تضيف انترفيس موديول. هسه حاليا لا تدخل الانترفيس موديول، ان شاء الله نشرحها لكم بالفيديوهات البقيه، ولكن خلي ببالك انه هذا مكان الانترفيس موديول. زين، نقدر حاليا ناخذ مثال عليها. هذا مثال على الانترفيس موديول. اوكي، مثل ما تشوف بها، اوكي هنا ما واضحه، بها فيشتين. هذا الفيشتين تضيف لك راك اخر، ان شاء الله نشرحها بالتفصيل ونوضحها. اوكي، وايضا تاخذ باور. فهذه القطعة اللي راح تضيف لك راكات اخرى. النوع الاخر اللي عندنا هو السيجنال موديول. طبعا السيجنال موديول ياخذ اشارات من الحقل او ينطي اشارات للحقل بالحالتين، اللي هم بمصطلح اخر يسموهم الاي او، الانبوت اوتبوت. هنا عندي من تقرأ يقول لك دي اي، يعني هذا نوع ديجيتال انبوت. القصد بالديجيتال انبوت يستلم من الحقل، يستلم من الحقل 24 إشارة، 24 ممكن يستلمها من ريلي، ممكن يستلمها من سويتش، المهم تجي إشارة 24. وفي حالة عدم الاستلام المفروض تجي إشارة 0 فولت. هذا بالنسبة للدي اي. عندنا سيجنال موديول أنواع الأخرى مثل الدي او، هذا الدي او هذا هو ينطي 24، اوكي، ينطي إلى كويلات، خلينا نقول ريليات. وعندنا الـ AI Analog Input. الـ Analog Input ياخذ إشارات متغيرة من الحقل. طبعا أني هو مكتوب عليه Analog Input، بس أني ما أحب أسميه Analog Input لأنه راح ياخذ إشارة التيار أو الفولتية ويحولها إلى رقم Integer أو Double Integer، يعني يحولها إلى Digital. فهذا الكارت اللي هو الـ Analog Input اللي هو نوع من انواع الاس ام اللي هنا سيجنال موديول، فيه عده انواع، اوكي، هذا ياخذ اشارات المتغيره ويحولها الى اشارات رقميه حتى يستفاد منها السي بي يو. زين، بعد شنو عندنا؟ عندنا انواع من الكارتات الاي او اللي هنا اربع انواع. النوع الرابع اللي هو الاي او اللي هو ينطي فولتيه او ينطي تيار، اوكي، ينطي فولتيه او تيار الى الحقل او الى المعدة، اوكي، و ايضا نوع من انواع السيجنال موديول. فصار عندنا اربع انواع من السيجنال موديول اللي هو دي اي ديجيتال انبوت، والدي او ديجيتال اوتبوت، والاي اي انالوج انبوت، والاي او اللي هو الانالوج اوتبوت. هذا ب بشكل مبسط بدون شرح بدون وايرينج، فقط اريد تعرف الكونفيجريشن للنظام التلثمية. زين، القطعة الاخرى اللي لازم تكون مرافقة لهذا النظام هي قطعة البي جي. اللي تكون حاسبة، ممكن تكون حاسبتك الشخصية مثبت عليها نظام السيماتيك او سيماتيك مانجر او التي اي اي بورتال. فاي واحد من انظمه راح يحول حاسبتك الى بي جي بي سي، تقدر تبرمج بيها هذا المعالج.
ممكن احد الاشخاص يفضل يشتري بي جي بي سي رسميا من الشركه، اوكي ماكو اشكال، بعد احسن لانه تحتوي على كافه الفيش وكافه البورتات، تقدر تربط بسهوله. قطع الاف ام، طبعا الاف ام ما يستخدموها بالاويل اند جاس، يستخدموها بالباتش سيستم. انت كمبرمج لازم تعرف انه اكو نظامين للبرمجه، اما تشغل هذا نظامك للاويل اند جاس اللي هو الكونتينيوس، اي نوع من البتروكيماويات تعتبر كونتينيوس، يعني النفط يخرج من البئر، يطلع الغاز مالته ويبدي ينغسل ويتصفى و و و الى اخره، يعني بشكل مستمر بدون اي قطوعات. بالنسبه لكافه انواع المصانع يعتبر باتش سيستم، يعني خلينا نقول مصنع للتعليب او مصنع للبيبسي او غيره، بالبدايه العلبه تنغسل، ثم هذا نظام بحده، النظام الثاني راح يعبي لك اياها، اوكي يعني ستيبات، ستيب الثالث راح يخلي عليها خلينا نقول اكسباير ديت، ستيب الرابع راح يخليها بالباكجينج وهكذا. فذاك الباتش سيستم. قطع الاف ام بالنسبه للسيجنال موديول، قطع الاف ام اللي هي الفانكشن موديول ما نستخدمه هنا، اللي هي تفيد مثلا للبوزيشننج وغيره. هنا اكثر شيء عندنا اشارات احنا نتعامل وياها، فجماعه المصانع ممكن يستخدموها. زين عندنا الريبيترات للشبكات، اوكي طبعا اكو ثلاث انواع من الشبكات في انظمه سيمنز بشكل عام، يعني اللي هو الدي بي والام بي اي. دي بي اللي هو بروفيباس بروتوكول، بروفيباس، والام بي اي ايضا بروتوكول اخر ايضا من شركه سيمنز. اثنيناتهم الدي بي والام بي اي يستخدمون ال ار اس 485، ار اس 485 اللي هذا تكون 9 بن، تقدر تبرمج منه، تقدر تربط سي بي يو ثاني هنا، تربط شاشه عن طريق هذا. فاي كوميونيكيشن تريد تستخدمه بشكل سيريال تستخدم هذا البورت، هذا البورت يعتبر سيريال وليس بارلل، اوكي يعني وايرين. زين وايضا نشوفكم الفيشه مالته، يكون بهالشكل وايرين ولازم يتفيش، هسه هذا ما مفيش بعده. زين وعندنا البروفينت، مثل ما جاي تشوف بروفينت هو نوع من انواع الايثرنت يعني، ولكن الفريم مالته يختلف. الفريم شنو؟ الفريم يعني ترتيب البايتات والبروتوكولات المستخدمة تختلف بالبروفينت. هذا ليس ايثرنت اعتيادي ولكن شبكة من شبكات السيمنز، اوكي. فصار عندنا ثلاث شبكات، الام بي اي والدي بي. ممكن بعض السي بي يوات تجي بها فيش تيين، واحد ام بي اي واحد دي بي بدون هذا البروفينت، ولكن هذا النوع من السي بي يو ببروفينت. فايضا عندك عدة انواع من السي بي يو. زين هذا بالنسبة للشبكات، وعرفنا انه باور سبلاي، سي بي يو، سيجنال موديول، وعرفنا الاي ام اللي هو الاكسبنشن. اوكي هذا كل ما يخص هيكلية النظام. انت عندك هذه القطع من الهاردوير، فتقدر تبني بيها نظام حسب اللي يعجبك. ايضا ممكن سيمنز تتيح لك انه تربط قطع ثيرد بارتي، ممكن تنزل مكتباتها وتبرمجها لاحقا، فماكو اي اشكال، تقدر تضيف قطع ثيرد بارتي الى هذا الراك. يعني ثيرد بارتي قصدي من شركات اخرى غير مصنع، يعني مو سيمنز، اكو
مكتبات بالإنترنت تقدر تنزلها وتعرفها عن طريق السي بي يو. هذا كل ما يخص هيكلية نظام السيمنز 300.